بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد أحبائي، خواتم مباركة وصباح الخير يا وجيه الخير. الساعة الآن 10:45 صباحا، وحابب أتكلم معاكم كذا في عدة مواضيع قبل ما نخرج نخلص تصوير حلقات برنامجنا باب الفرج، آخر حلقتين إن شاء الله. وبداية، اليوتيوب هذه الأيام يعني في عرقلة لوصول الإشعارات للمشتركين. فحبيبي إذا أنت مشتركين في القناة، أصدقائي جمهور الحبيب اللي مشترك في القناة ومفعل زر الجرس، إلغي زر الجرس ويرجع فعله مرة ثانية عشان توصلك الإشعارات. الموضوع الأول موضوع باب الفرج. كثير ناس بيسألونا، شوف التعليقات في الواتس، هل خلصتوا برنامج باب الفرج يا عم أيمن؟ عرضتوا 8-9 حلقات وخلاص. أحبائي، أولا أنتوا عارفين إحنا بنشتغل طول السنة عمليات. في رمضان هذا الآن باقي معنا 8 حلقات إلى الآن لم تعرض. حلقات 8 أسر الحمد لله غيرنا حياتهم ولم نعرض الحلقات حتى الآن. ليش؟ لأنه ما كان معايا وقت منتج والله العظيم. إحنا نخرج الآن بعد شوية كل يوم على الظهر الساعة 12 واحدة، ونرجع قبل الفجر، بنقضي اليوم كله في الشارع لان احنا بنتحرى الاسره وما بناخذ يعني مش بنخرج معنا مبلغ نوزع، احنا بنروح لا ندور على الاسره ونتاكد لما نجيب الاسره صدق اللي وصل الرسول تحرى والصدقات في الرايحه. وبنرجع فجر يا دوب سحور ميتين صلاه وشويه قران ونومنا. فما عندي وقت ان انا امنتج، انا اللي امنتج حلقات كلها. ولكن ان شاء الله اليوم معنا اخر حلقتين، وان شاء الله من الليله، مش من الليلة، من غدا هتبدأ ننزل لكم كل يوم حلقة. أو في مقترح إن احنا نجمع الحلقات كلها الجديدة 18 حلقات نعملها في كومبو واحد، حلقة طويلة وننزلها سهرة العيد أو سهرة ليلة العيد. أنكد عليكم والله هتبكوا بكا، أقسم بالله شفت حالات أنا ما كانت هيالي يعني إنه في ناس كذا. فالحمد لله رب العالمين، عرفنا نغير حياتهم بشكل جذري الفضل لله ولكم أحبائي. فنعملها حلقة واحدة طويلة، أنا ما يهمني عدد الحلقات ولا البرنامج عندي منافسة رمضانية وترند ولازم كل يوم أنزل حلقة. ممكن أجمع لكم 10 حلقات في حلقة واحدة ليلة العيد وتشوفوا إيش عملنا والمجهود الجبار اللي بذلناه. نسأل الله القبول وأن يجعل يدينا العليا بالعطاء للسفلى بالاستعطاء. فهنشوف إن شاء الله اليوم نخلص آخر أسرتين ونبدأ من الليلة أو من بكرة المنتج، وهنشوف كيف هننزل كل يوم حلقة أو كومبو واحد. شاركونا أراءكم في التعليقات، إيش تفضلوا وتحبوا تشوفوا بقية حلقات البرنامج. وأنا أصلا مركز يعني على الأيتام والأرامل، الأرملة اللي معها أيتام واللي قاعدين على البلاط، هذا اللي إحنا بنركز عليه اللي هو يعني في أجر كبير. عارف في كثير ناس تواصلوا معنا، كثير ناس، لكن يا جماعة لما تكون في موقع المسؤولية الموضوع يختلف. الكل يستاهل، كل اللي تواصلوا معنا يستحقوا الدعم ويستاهلوا نحن نوقف جنبهم. لكن احنا في النهاية معنا قدرات محدودة، 15-20 أسرة في رمضان نغير حياتها. فأنا عارف ان انت تستاهل، بس في حالة أصعب أشد احتياجا، يعني لو ما حصل له تدخل طارئ ممكن يروحوا فيها الأطفال. عشان كذا سامحونا الناس اللي اعتذرنا لكم، يعني سامحونا والله ما بيدنا شيء، لو بيدنا والله العظيم ما نرد واحد، ولكن يعني العين بصيرة واليد قصيرة قدوا جهدنا. وقلت لكم احنا ما بنحدش مثلا معنا كرعايات من قبل رمضان، فمحددين ومقسمين المبلغ 30 يوم وكل يوم نخرج بمبلغ نوزعه. احنا بندخل عند الأسرة وانتوا شفتوا الحلقات، نقعد نسألهم بالله ايش في نفسهم، ايش محتاجين، وبنحاول نغير حياتهم جذري، نحل لهم مشاكلهم كلها، إن كان ديون، إن كان إيجارات، إن كان يعني تغذية، إن كان كسوة، إن كان عملية، إيش ما نقدر بنحاول نحل مشاكل الأسرة كلها. فندخل لعند الأسرة إحنا مش عارفين ومش محتاجين، بعد الأسرة تلاقي إنه طلبات هذه محتاجة 800,000-900,000 مليون، غيري ممكن يعمل بها 3-4 حلقات، هذه إحنا بنعملها في حلقة واحدة. فنسأل الله القبول أحبائي، أرجو أن أكون وضحت لكم الفكرة إن شاء الله، وانتظرونا في حلقات قوية بإذن الله. قلت لكم والله لا يهمني الترند ولا يهمني كل يوم حلقة، ولا أنه رمضان موسم ومشاهدات، ما عندي مشكلة حتى نبدأ ننزل حلقات من أول العيد وتشوفوا الحلقات كاملة. أتمنى أصدقائي تكون الفكرة وصلتكم ونجحت في أني أوصل لكم مشاعري. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، دعمونا بلايك أحبائي، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسلمين جميعاً.